ينضم إلينا سعيد المصري مستشار صحي في دورتموند. صباح الخير. صباح نور، يا هلا، كيف؟ أهلا وسهلا فيك سعيد. حلو الواحد يمشي بالشارع هيك ويشوف صورته، يعني بيرتفع الإيجو عنده. خبرنا أول شيء مضمون تلك اللوحات الإعلانية وكيف وضع صورتك عليها؟ طبعا الفرحه تبان شيء لا يوصف لما انت بتمشي بالشارع وببلد خاصه كالمانيا بتشوف صورك باللغه الالمانيه وباللغه العربيه وبينشروا بعض المعلومات طبعا انه شو نحن بنقدم للناس او شو مركزنا بيساعد للناس او شو بيقدم للناس. حلو. فهذا الشيء طبعا كثير حلو لما تمشي بكل مكان او بنسوي محطات القطارات او محطات الباصات وبتشوف هاي الشيء، فشعور جميل جدا طبعا. صحيح. طب بدنا تخبرنا عن بدايتك بألمانيا وليش اخترت هاي الدراسة بالذات؟ أول شيء لما جيت صار لي تقريبا شيء 8 سنين لهون، يعني مثل أي واحد عم بدور على تحدي جديد أو نجاح جديد بحياته. بسبب كنت دارس بسوريا مجال ماجستير بتمريض الأورام قسم الحالات الحرجة. لما جيت على هاي البلد حاولت إني أطور من نفسي، أعدل شهاداتي، صار عندي بعض مشاكل صعوبات بهاي البلد. توجهت على مجال البحث العلمي او البحث السريري. كفيت دراسه مجال البحث السريري، مجال الابحاث السريريه. فالحمد لله الله يعني يسر الامور ورحت اشتغلت في مشفى الجامعي بدزلدورف مجال الابحاث القلبيه، بعدين بدورتموند، بعدين بمدينه هام مجال ابحاث الاوراق السرطانيه. حلو. وتقريبا استمريت فيه فتره 4 سنين. شفت المجال كثير، يعني حبيته لانه فيه شيء يعني من البحث العلمي للادويه الحديثه او انه كيف يعني شيء بتعرف اي واحد بالحياه هيك له ميول. انا ميولي بهي الامور كثير بحبها يعني صراحه. فانبسطت بهي المجال. بعدين صار عندي هيك انه صرت احس انه عندي معلومه مثلا ممكن اوصلها لاكثر من جالي او لاكثر من حدا، وحبيت بصراحه كونه عندي هي المعلومات ليش ما بساعد فيه اولاد بلدي بالاحرى او الناطقين باللغه العربيه. فحاولت ادور كمان كالعاده على تحدي جديد وشفت فكره هي المركز كثير حبيتها وحبيت اتواصل معهم وصار الحمد لله انه ما توقعت بصراحه انه يمشي الحال عنده. الحمد لله كله تيسير. ما كان عندك مشكله بموضوع اللغه؟ طبعا اكيد. قد ايه اخذت يعني وقت تقريبا؟ اول ما جيت على البلد دغري حاولت اني افوت بصراحه موضوع اللغه، حتى ما استنيت الكورسات، يعني حاولت اتعلم لحالي من اليوتيوب، من اي يعني من الفيسبوك، اي شيء اشوفه مثلا معلومات جديده دغري احاول اتعلم فيها، رغم ان اللغه الالمانيه لغه شوي صعبه يعني ما في الواحد بهالسهوله يتقنها. بس الحمد لله خلصت اول مستويين. بعدين حتى وقت كنت عم بشتغل بمجال البحث السريري كنت عم بعمل كمان بعد مصطلحات جديدة يمكن صعبة. ايوه كنت عم بعمل مجال اللغة الألمانية الطبية، عملت كمان تخصص في المجال يعني. حتى كان الواحد في صعوبة باللغة ما فيني انكر هذا الشيء، هذا الشيء صعب. تقريبا استغرقت سنتين معي لحتى تمكنت منها يعني. حلو. ذكرت انه دراستك الأبحاث السريرية اخترتها لأنه قريبة أساسا على مجالك، ومن بعد قدرت تدخل المستشفيات بسبب هذه الدراسة. هلا اللي بنسمعه انه دخول للمستشفيات الألمانية والعمل فيها صعب، ولكن ما شاء الله عليك يعني سقف طموحك عالي فقدرت انت تدخل المستشفيات. كيف؟ خبرنا عن هي النقطة. هون هو اول ما بلش دراسة بهي الشيء طبعا كان اللي صاحب ألماني عم بيحكي انا وياه كذا بالموضوع، قلت له هيك، فقال انه انت يعني صعب يعني الالمان صعب يفوتوا فيه هي الفكره او بعدين فرصه عمل او انه لانه مجال دقيق يعني الشغل بالحياه هون العمليه بشكل عام دقيق، فما بالك انه مجال الابحاث، لانه نحن بنعتمد دراسه دواء معدد او مثلا صمام او شيء للقلب هيك، فبتطبقه على هاي المريض وبده مراقبه خاصه لحالته، فشيء ما سهل. فلما خلصت حاولت اني ابعت اكثر من يعني السي في تبعي على اكثر من مشفى. ف وبصراحه كمان لما انقبلت في اول شغل كنت ما يعني ما صدقت حالي بصراحه، لانه يعني فالشيف او الدكتور اللي هناك كان متحمس لفكره انه انسان جديد هون وما له سنتين بالبلد او 3 سنين انه فات بهي المجال وحب يساعدني الحمد لله يعني. حلو. فكله بالنهايه توفيق رب العالمين يعني ورضا والدين ورضا اهل، فهي كله لما الانسان بيحط هدف بعيونه بوصل له. كثير كان صعب ببالك كثير سهل يعني، حتى دقة العمل او انه صعوبة العمل بالكلام، بدك تشتغل بالابحاث تشتغل بلغتين، بتشتغل باللغة الالمانية واللغة الانجليزية، ونحن عندنا ابحاث كان اكثر من دولة.
طيب شو الابحاث اللي اشتغلت عليها او اللي عم تشتغل عليها وعم تحاول تطور مثلا دواء معين او تفصيل طبي معين اذا ممكن تشرح لنا اكثر؟ نحن كانت تجينا دراسات من مثل من اوروبا او من على سبيل المثال من اسبانيا، بريطانيا، من اليابان، من هيك شيء. يجي البروتوكول الكامل للدراسه، طبعا انا عباره عن جزء بالفريق، هو التيم الستدي تيم تبع الدراسه الكامله، وكل واحد في له وظيفته بهي التيم. فانا كنت المساعد البحث العلمي لهي الدراسه، نحن بناخذ البروتوكول بنشوف شو هو، شلون بنعمل، نختار المرضى بعدين طبعا بالتنسيق مع الدكتور المسؤول عن القسم او على المريض. بعدين بيجي المريض بوقع انه موافقه الدخول بالدراسه، ونحن بنشوف شو حسب كل حاله مريض في له دراسه خاصه. يعني مثلا في دراسات بتعتمد على مميعات الدم، هل هو بيناسب ياخذ المي الفلاني او المي الغير. في عندنا دراسات تعتمد على السنتات او شبكه القلب العربي بسموها مثل السنتات هي. فبنطبق الدراسه، وفي دراسات تيجي بس مجرد ماركتينج، يعني المنتج نعمل ونحن عم نعمل له ماركتينج او انه اعاده تجريب بين قوسين له لآليته او فعاليته او بهي الشيء. في عندنا اشتغلنا بالاورام مثلا، كان في ادويه حديثه انه لمرضى السرطانات، سرطانات اللوكيميا، سرطانات الثدي او هيك شيء. طبعا نحن بنشارك في هذه الدراسه لمده سنتين ثلاثه، بعدين بنرجع نرفع النتائج للشركه الاشبنزور المسؤوله عن هي الدراسه وهو بتابعه. طبعا هي كان مجالي بين 4 سنين، هلا صار نص من تقريبا بالمركز الصحي. مجال عملي طبعا مختلف، غير اختلف هلا، وصرت عم تعامل مع جنسيات اكثر، مع ناس اكثر يمكن، فاذا ممكن ايضا تشرح لنا هي التفاصيل. هلا مجال عملي هلا الحالي هو عباره عن مشتغل ب مع طبعا مع الالمان بشكل عام والعرب وكل الجنسيات اللي بيتكلموا لغتي الالمانيه والانجليزيه والعربيه. نحن هون مجال عملنا هو بيقوم على جزئيتين، على الاستشاره الصحيه او العمل المجتمعي. يعني مثلا انا بيجي لعندي على المركز مرضى عنده مشاكل صحيه، واحد عنده حابب يزيد من وزنه او حابب ينقص من وزنه، واحد عنده مشاكل مع شركتها من الصحيه، بنحاول احنا نتواصل معه او من شركه الطبيب الصحي نساعده فيها. كثير عالم تجينا عندها مشاكل مع تقارير طبيه وما بتعرف اصلا شو عنده المشكله، لانه ما بيحكي الماني، فبحاول افهم شو اللي صاير معه او شو مشكلته لحتى نوصل لمرحله انا وياه. عندي الجزء الثاني هو العمل المجتمعي، التثقيف الصحي. فبطلع كل فتره وفتره على مراكز، على الجوامع مثلا. فتره كنت مسجد صلاح الدين هون، فكان في عدد كبير عندهم انه جلسه استشارات صحيه. بنحاول نفيد الناس على مجالهم طبعا بقدر الامكان. من فتره كمان في كنت حتى بالمطعم، وفي مطعم هون عندنا مشهور كان اسمه ميدان دمشق، اشتغلت معهم حتى عملنا انه كثير عنده بيجي عنده عالم عرب وهيك شيء، فعملنا عنده كمان هيك، نشرنا بروشوراتنا والتوعيه الصحيه تبعنا بمراكز بالمشافي بالروضات والمدارس وين في تجمعات بشكل عام، مو بالضروره طبعا عرب، الكل الناس اللي حابه. انه احيانا في كثير عالم تتصل فيه انه احنا في عندنا جروب من 35 شخص او كذا، نحن سمعنا عنك انه نحن حابين مثلا ناخذ معلومه عن موضوع، نحن عندنا مشاكل مع تربيه الاطفال الصحيه هون. في كثير هي مشكله كبيره بنعاني منها، لانه بسبب تعلم الطفل اللغتين من صغره، اللغه الالمانيه واللغه العربيه، فبيتاخر شوي عنده بالنطق، موضوع النطق. صحيح. يعطيك الف عافيه سعيد. ختاما يعني حابين نسمع نصيحه منك لاي شاب حابب يطور نفسه. هلا هي اي انسان مثل ما بيقول مثل لكل مجتهد نصيب، اي انسان بيتعب على نفسه بيامن بقدراته، يعني هي مو حلاوه النجاح بالاخير، وانما هو حلاوه انه تحدي نفس الانسان. لما تتحدى نفسك وانت قادر تعمل اي شيء، فانا برايي يعني من رحم المعاناه تطلع الشغلات الجميله والتحدي. الانسان لازم يكون صبور رقم واحد، وهو الصبر اساس مفتاح وسر كل شيء. ومع الاجتهاد والمتابعه، وطبعا اكيد رضا الاهل هذا شيء مهم، ورضا الوالدين، ورضا رب العالمين طبعا قبل كل شيء، والاخلاص بالعمل هي اهم شيء. فهذا الشيء كله لكل حالة خصوصيتها. اكيد سعيد، كل التوفيق لك. سعدنا باستضافتك بصباح سوريا. سعيد المصري المستشار الصحي من دورتموند، نهارك سعيد. نهارك سعيد، شكرا لك. بتشكركم كثير على الضوء، وشكرا كثير، نهاركم اسعد. مشاهدينا فاصل صغير وراجعين.